ده ربنا جعل له نصيب في الأنفال، حتى في الغزوة لما ما بيطلعش ولا بيحارب. ولكن واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ده ربنا جعل اليتيم من الغنائم برضو. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ده حتى ربنا جعل لهم نصيب في الغنيمة بتاعت الغزو، جعل لهم نصيب في كل شيء. ازاي انت في قلبك ما يبقاش لهم نصيب؟ ازاي انت في يقينك ما يبقاش للناس دي نصيب يا اخي في مالك انت وفي حنيتك انت وفي عطفك؟ لازم يا اخوانا يبقى في حب وود وتكافل. اما ربنا يذكر اليتيم العدد ده في كتابه العزيز، ده معنى ذلك ان ده راجل من الناس دي هي لها مكان عظيم عند ربنا، لان هو العائل له المولى سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لك انا عائل لليتيم، لو انت نسيته انا العائل ليه؟ لكن انا عاوزك انت يا عبد اديك ثواب، عاوز اديك جزاء، عايز اكافئك. فبقول لك اشترك معايا علشان ندي اليتيم نقف جنبيه. تعالوا النهارده الشباب والفتيات، لو النهارده كل شويه شباب اتلموا مع بعضيهم وجابوا الهدوم القديمه اللي عندهم وطافوا على ديار الفقراء، وكل شويه فتيات مسلمات برضو جابوا شويه هدوم قديمه عندهم وطافوا على البنات اليتيمات، ها، وداروا ده هنا وده هنا وده هنا، وادوا البنت دي كسوه وادوا الواد ده كسوه. عايزين الشباب يبقى في تكافل بينهم وبين بعضيهم، عايزين الشباب يقف جنب بعضيهم. عاوز كل مجموعة شباب النهاردة تلم بعضيها وتقول تعالوا احنا نزور فلان اليتيم ده، تعالوا احنا نشوف الست الأرملة دي اللي ناقصها عاوزة ايه. عايزين كل شوية بنات مسلمات عفيفات يروحوا لاخواتهم البنات اليتامى، يروحوا لليتامى يشوفوهم عاوزين ايه، يواسوا اختهم اليتيمة دي، يقفوا جنبيها يشوفوا الست الأرملة محتاجة لايه. مش عاوز البنات يقعدوا في البيوت وما يسألوش في اخواتهم، مش عاوز الشباب كل واحد ينشغل بنفسه ويسيب اخوه اليتيم ويسيب الطفل اليتيم اللي هو اصول يبقى اخ ليها واب ليه. عاوزين كل مجموعة شباب وكل مجموعة فتيات وكل مجموعة رجال شيوخ كبار يعملوا الموضوع ده ويحفزوا اولادهم. لو كل واحد خد ولاده النهاردة وراح زار واحد عيل يتيم، ابنه هيعمل زي ايه؟ بنته لو ما يقول لامها خدوا بنتك وروح الفلانه دي هاي اللي زوجها مات دي، شوف اولادهم اكبر مين والبنات عايزين ايه. البنت هتطلع زي امها، الواد هيطلع زي ابوه، هتسن سنه حسنه في العيال. عاوزين الشباب النهارده هم اللي يقوموا بالدور ده. سيبكم من الباقيين، سيبكم من اي حد تاني، مفيش مسؤول بيسال، مفيش حد بيسال، انت اسال، مفيش محافظ، مفيش كذا، انت اسأل، انت القريب ليه. الراجل الفوق ده مش هيقدر يسأل، مش هيسأل، مش فاضي يسأل، انت اسأل. انت من الشارع دوة، من الكفر، من القرية دي، من المحافظة دي، انت اللي هتسأل عن اليتيم، وانت اللي عارفه. اللي فوق مش عارف، انت اللي تعرف، انت اللي تسعى، وانت اللي في ايدك انت توصل اللي فوق للي تحت. وانت عمايلك دي اللي فوق هيبص لك هيحترمك ويعمل زيك. المسؤول اللي فوقك لما لقيك انت واقف جنب اخوك هيقف جنبيكوا انتوا الاثنين. المسؤول اللي فوق ده لو لقيك انت فعلا بتحن على اخوك هيحن عليكم انتوا الاثنين. لذلك احنا بنقول احنا اللي نحل كل الالغاز، احنا اللي في ايدينا حل كل الامور، احنا اللي في ايدينا نبقى اغنى الناس واحسن الناس وافضل الناس، احنا اللي في ايدينا نبقى لحمه واحده، نبقى ايد واحده. لما يلاقينا الرجل اللي فوق او